هنعمل مع بعض الطماطم اللبناني. هي عبارة عن مقبلات طماطم، يعني طماطم بالمايونيز. هي طماطم لبناني فرنسي، وصفة سهلة يعني ايه بسيطة. عبارة عن طماطم بالمايونيز، هنقطع الطماطم سلايز حلقات بالشكل ده، ونوع من المقبلات، مقبلات العربي اللبناني، واخدينها ايه من فرنسا. فرنسا قعدت فترة في لبنان، فاخدنا ايه منهم الوصفة بالشكل ده. هنحط على الطماطم شوية ملح عشان تنزل المية اللي فيها، عشان لو حطيناها على المايونيز من غير الملح هتملى مية ومش هتبقى كويسة، هتبقى مليانة مية. هنسيبها ربع ساعة كده ايه في الملح بالشكل ده، وبعد كده ايه نكمل، نرجع نكمل. دلوقتي الطماطم خلصت، صفت ميتها بالشكل ده، هنضمن ان هي ايه مش هتسرد مية. بعدين لتجهيز الطماطم اللبناني عندنا 3 معالق مايونيز، فصين ثوم مفروم، فلفل حار، ده حسب الرغبة، بس هي ايه هي طماطم لبناني سبايسي حار، فلفل حار، قرن فلفل حار مفروم، بعدين شطة حمرا. أول حاجة نبتدي معلقتين مايونيز، معلقتين أو 3 معالق. بعدين عندنا فلفل حار، التوم، بعدين شطة، الشكل ده. بعدين نص عصرة ليمون بالشكل ده، وسنة زيت زيتون، بس هنبتدي نقلب. ده الصوص بتاعنا، هي طريقة سهلة وبسيطة وطعمها لذيذ. ده يتاكل مع المشاوي، الطماطم دي تتاكل مع المشاوي على طول. هنقلب بقى الطماطم عليها بالشكل ده، بعدين نقلبها فيها، هنضمن كده ان هي ايه ما ترددش ميه، تبقى بالشكل ده معانا. سنة ملح بسيطة عشان احنا قبل كده حطينا في الطماطم عشان تسرد المية بتاعتها، بس بالشكل دي. هنبتدي نقدمها بالشكل ده. نحط الصوص عليها، شوية بقدونس، زيت الزيتون، سن الشطة معانا، وهيبقى ده الشكل النهائي بتاعها. طماطم لبناني حارة، طماطم لبناني حارة بالشكل ده.